الآن بدأ التسجيل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للأخوة الكرام الأخوات الفاضلات الموجودين ويانا إن شاء الله. نرحب بكم في المحاضرة الثانية من كورس اللغة الإنجليزية المتكامل إن شاء الله. كالعادة تذكير باللي أخذناه بالمحاضرة السابقة وتخطيط للي راح نسوي الفعالية بهاي المحاضرة والمحاضرات القادمة إن شاء الله. بالمحاضرة اللي فاتت بدينا نسولف على يعني اللغة الإنجليزية بشكل عام، حروف الكابيتال السمول، طريقة كتابتها، اللفظ لكل واحد من عندهم، الاصوات الخاصه بها، بعض الامثله على كل واحده من هذه الكلمات. وبعد ذلك بدينا نسولف يعني على تسلسل الكورس، لانه اكيد ضروري جدا انه تعرف شنو اللي راح نسولف عليه بهذا الكورس. سولفنا قلنا بانه بالبدايه احنا راح نسولف على موتيفيشن او حافز، انه ليش احنا نحتاج اصلا احنا لغه انجليزيه، ليش نحتاج نتعلمها. وراها انه بدينا نسولف على الانجلش لانجوج سكيلز، المهارات العامه والتسلسل الطبيعي والمنطقي لها. سولفنا على الفوكابولاري، سولفنا على الجرامر شويه، وبقية الأشياء قلنا راح نشوفها نعوفها لهذا اليوم إن شاء الله. مسار كلامنا اليوم راح يكون أيضا هو تكملة للحديث اللي سولفنا عليه البارحة أو المحاضرة السابقة عن هذه المهارات، فقط نظرة عامة على مود يكون عندك في التصور واضح أنه شنو اللي راح نسولف عليه إن شاء الله في مسار الكورس. وبعد ذلك طبعا أيضا جنرال نوتس، هذين الملاحظات العامة هذه اللي هي راح تكون إجابة على سؤالكم قبل قليل، أنه شلون أقدر أنا أنه اسرع عمليه اكتساب المهارات والاحتفاظ بها. هذه راح تكون ملاحظات عامه، وايضا اكيد يعني هي مختصره، راح نحاول انه نوسعها وناخذ عليها براكتس في المحاضرات القادمه ان شاء الله. سولفنا مثل ما ذكرنا انه شنو هي الموتيفيشنز او الحوافز اللي تخلينا انه نتعلم لغه انجليزيه. وراها طبعا ايضا سولفنا انه شنو هو التسلسل المنطقي او شنو المهارات العامه للغه الانجليزيه، شنو الانبوت، شنو الاوتبوت، شنو البروسيسنج اللي يصير عندي. وراها ايضا سولفنا قلنا بانه بالنسبه للفوكابولاري، مره انا ادرس المفردات وحدهن واعرف انه كل واحده من هذه المفردات شنو نوعها، هل هي فيرب فعل يعني، هل هي ناون اسم، هل هي ادجكتيف ادفيرب يعني صفه او ظرف، هل هي بروناون يعني ضمير، هل هي بروبوزيشن مثلا حروف جر، وكل هذه الاشياء ايضا سولفنا عليها بشكل مختصر طبعا. واكيد تفضل سار. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أكيد كل هذه الأمور إن شاء الله راح نسولف عليها بشكل مفصل في مسار الكورس. أيضا من الشغلات اللي حكينا عليها قلنا بأنه إحنا مرة أنا أتعلم كلمة واحدة وحدها يعني words، ومرة أنه أتعلم sentences أو يعني phrases عبارات. العبارة قد تكون هي عدة يعني كلمات سوية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. هذه الكلمة وحدها من أعرفها أعرف معناها، أعرف نوعها، هل هي noun verb adjective adverb غيرها. هذه مثل ما ذكرنا قلنا انه احنا سميناها البيسك بيلدينج بلوكس، وحدات البناء الاساسيه. ولكن انا من اريد استخدم هذه الكلمه في الحياه اليوميه، سواء كانت في القراءه او الكتابه او التحدث، انا احتاج انه اعرف المكان الصحيح اللي تستخدم بها الكلمه، يعني شلون اخليها في داخل جمله. فهنا ايضا يقول لك انه انت نصيحه انه انت ما تحفظ الكلمه لوحدها، وانما تحفظ مقاطع كامله. يعني جود مورنينج، جود افترنون، جود ايفنينج، هاو ار يو، وات كان اي دو فور يو، How can I help you today؟ يعني هاي العبارات اللي انت تخليهن كانه في بالك، راح يصير عندك عباره عن جدول، انه كل واحده من العبارات اللي انت تسمعها شنو الجواب المناسب لها. فانت ما تروح تركب الجمله في بالك من الكلمات المفرده، وانما لا، انت اصلا عندك جمله مركبه في بالك وتستخدمها فقط للاجابه على هذا السؤال. هذا طبعا الطريقه المنطقيه للاجابه على الاسئله في الكونفرسيشنز، يعني في المحاورات اليوميه. ايضا راح نسولف ايضا على يعني الموست كومنلي يوزد سنتنسز، الجمل الاكثر استخداما في الحياه اليوميه. وراح ناخذ عده سيناريوهات، سيناريوهات في البيت، في الشارع، في المدرسه، في الجامعه، في العمل، في التقديم على العمل، في المقابلات العمل. هذه الامور كلها ايضا راح نسولف عليها. وهذا طبعا الملف مثل ما وعدناكم ان شاء الله راح يكون موجود عندكم يعني في يعني الجروب على الواتساب بعد ما نكمل ان شاء الله من هذا الملف. هذه المقولة أيضا لبنجامين فرانكلين، بالحقيقة هذا هو المثال اللي كنا نسولف عليه. بنجامين هي بنيامين، جاي هنا تلفظ يه. بارحة واحدة من الشغلات اللي حشينا عليها أنه هو شنو مرات الجاي تلفظ يه يعني حرف الياء، فهذه البنجامين هي بنيامين. تمام. وأيضا تختلف طبعا من الإنجليزية الأمريكية للبريطانية الأسترالية الكندية وهكذا. زين، بالنسبه للجرامر ان شاء الله ايضا راح يكون عندنا تركيز كلش كبير على الجرامر وبراكتس مستمر. كل واحده من الشغلات اللي راح ندرسهن اتمنى انه تذكروني، انه مثلا اذا اخذنا الاي والان والذ، كل يابا وين البراكتس؟
نعطينا تمارين من ناخذ السنتنس التنسز الازمنه، الماضي المضارع الماضي المستمر المضارع المستمر غيرها. ايضا كل واحد مثل لازم يكون اكو عليه شنو براكتس، براكتس هنا في داخل القاعه، وبراكتس ايضا راح يكون هو عباره عن هوم وورك. تمام، اقسام الكلام، الناون، الاسماء، الفيرب، الافعال، الادفيربس، الظروف، الادجكتيفز، الصفات، البروناونز اللي هي الضمائر يعني، البروبوزيشنز حروف الجر، الكونجكشنز اللي هي عبارات الوصل بين الجمل، لانه احنا نعرف مثلا باللغه الانجليزيه بخلاف اللغه العربيه، اول شيء لازم انه كل جمله باللغه الانجليزيه لازم تحتوي على فعل. باللغه العربيه اكو عندنا جمل اسميه وجمل فعليه، مو تمام؟ باللغه الانجليزيه لا، لازم اكو فعل في كل جمله. اوكي؟ فهنا انا اول ما ابدي الجمله مالتي تبدي بفاعل فعل تكمله. تمام؟ الفاعل عرفته هسه، هو قد يكون اسم، قد يكون يعني ضمير او غيرها. الفعل ايضا هو يعبر عن الشيء اللي اريد اسويه، اللي هو الحدث الرئيسي من الجمله. التكمله قد تكون هي كلمه او كلمتين. زين، انا شلون اقدر اسوي جمله تتكون من 20 كلمه او 30 كلمه؟ هنا أنا احتاج ادوات وصل، ادوات توصيل. تمام؟ يعني انا يكون عندي مقطع اول عبارة توصيل، مقطع ثاني عبارة توصيل، مقطع ثالث. عبارات التوصيل هذه اللي قد تكون هي البات، الاند، الوايل، الوين، ديرفور. تمام؟ شايفين ذني؟ اللي تكون هي مثلا فارزه او فارزه منقوطه، هم راح نسولف عليها ان شاء الله. ايضا اكو عندك فشيء يسمونه الانترجنكشن، انترجكشن اللي هن العبارات اللي هي يعني مثل الاو، هاي، اوتش، واو، هاي الاشياء اللي يحكوها اللي هي فقط مختصره، ولكن قد تكون هي اجابه على جمله كلش طويله. تمام؟ واحده من الشغلات اللي يذكروها دائما يقول لك انه من اكو شخص يسولف هواي وفجاه يقول لك ها شو تقول؟ بس انت ما كنت منتبه وياه. شو تقول له مثلا؟ ها؟ اجين هنا راح تعتبر اوفنسيف، يعني انت كانه قاعد تهينه انه انت ما كنت منتبه وياه. مو؟ هي 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 كنكته طبعا. ها شو تقول له؟ اوه ذاتس كريزي. ويحكي يحكي يحكي بس انت ما تدري شو قاعد يحكي. انت بس تقول له ذاتس كريزي، يعني شنو؟ انت متفاجئ من اللي قاعد يحكي وتكمل الامور يعني تمشي طبيعيه، بس يعني نكته مو سوها صدق يعني. زين. اي فهاي ايضا الامور كلها راح نسولف عليها ان شاء الله بالجرامر. الازمنه، الهيكل العام للجمل، الامثله، شلون انا اقدر اجاوب على الجواب او السؤال بجواب مناسب له. من اسولف ويا صديق يكون الاجابه مالتي تختلف مع ما اسولف ويا زميل عمل، تختلف عن ما انه اسولف ويا المشرف او ويا الاستاذ او ويا رئيس العمل. تمام؟ هنا ايضا بالضبط فورمال وانفورمال يعني. اي فهذا يهم كلها راح نسولف عليها ان شاء الله. هنا ايضا هذه خلينا نقول اول مجموعه من التيبس اند تريكس. شنو ترجمه التيبس اند تريكس؟ سامعين بها سابقا؟ اي تيب يعني ملحوظه صغيره، تريك يعني خدعه، بس هي مو خدعه يعني، هنا يقصد بها شلون فد شغله مهمه تستفاد منها. اوكي، احنا شلون نقول فد شيء مختصر مفيد؟ من تلقى كلمه تيبس اند تريكس معناتها هذني شغلات مختصر مفيد تفيدك انه تمشي امورك. يعني مثلا واحده من التيبس اند تريكس اللي احنا دائما نسولف بيها باللغه العربيه انه بالامتحان لا تتركوا اي سؤال فارغ. سامعين بها؟ هذه تيبس اند تريكس. اوكي، مثلا من تجي تعليمات من الوزاره انه السؤال الفارغ تعطي صفر، بس اذا يعني اذا تكتب بذات نفس السؤال تنقله تحصل بيه درجتين. هذه من التيبس اند تريكس. فالطالب اللي ما يعرف شنو السالفه مجرد انه يكتب ينقل السؤال نفسه في الجواب حصل درجتين بدل الصفر. هذه تيبس اند تريكس. مثلا قبل الامتحان بدقيقتين او ثلاث دقائق او خمس دقائق يسموها القراءه السلبيه. دائما احنا شايفين قبل ما تدخل قاعه الامتحان تظل ها فلان شغله يمكن نسيتها يمكن نسيتها، تظل تقلب بالاوراق. هاي ايضا يعتبروها دراسه سلبيه، يعني هاي راح تفلش اللي انت اصلا تتذكره كله. فيقول لك انه اخر خمس دقائق قبل الامتحان ريلاكس، اشرب ماي، اهدأ، ادخل الامتحان، اوف كل شيء بعد. هذا يسموهم تيبس اند تريكس. اوكي، باللغه الانجليزيه ايضا يقول لك انه اكو عندك يعني تيبس اند تريكس هواي طبعا بالمئات. مجموعه من هذني اللي اختاريناهن انه اول شيء find out your learning style، جد نمط التعلم الخاص بك.
كل واحد من عندنا اكو عنده نمط تعلم خاص به، بعضنا فيجوال مرئي. يعني خلينا نشغل لهم الكاميرا يمكن على مود. شباب تحتاجون كاميرا مو؟ اونلاين؟ إذا العفو دكتور، إذا تكتب على السبورة إي والله محتاج لا يعني. احنا مو على السبورة، احنا فقط لا لا، إذا على السبورة براحتك يعني، بس هسه إذا انا على السبورة تحتاج الكاميرا، إذا أكو كتابة أو شيء. اها زين ما عندنا شيء على السبورة. بعض الناس هو نمط القراءة مالته او نمط التعلم مالته هو فيجوال مرئي، يعني الشغلات يفضل انه يشوف بعينه، يشوف فيديو، يشوف كتابة مكتوبة. بعض الناس هو اودبل سمعي، يعني هو يفضل انه يسمع، بالسماع يكتسب افضل، يكتسب احسن. بعض الناس هو تكتايل يسمونه لمسي، يعني شنو؟ يعني لازم يلزم فشي بيده يلا يقدر يتعلم. فالفيجوال دائما يعني يقولوا له بانه انت تابع فيديوهات، تمين تتابع فيديوهات راح تكون الامور تمام، او تقرا لك كتاب. الاوديبل يسمع شنو؟ اوديو بوكس، اوديو بوكس او يعني بودكاست بالضبط، او يعني راديو اونلاين او اي مكان ثاني. يحكي لك، يحكي انجليزي او يقرا لك الكتاب باللغه الانجليزيه او كونفرسيشن باللغه الانجليزيه. هنا شنو؟ الاذن ما راح تتدرب اقوى بهذا المجال. الناس التكتايل اللي هم لمسيين ايضا يفضل يقول لك انه انت لا تعتمد فقط انه تقرا كتاب الكتروني او تباوع على فيديو، لا اقرا لك كتاب ورقي. من يلزم الكتاب بيده ويقرا راح تكون افضل. ومن تقرا فد شيء حاول تكتبه، من يكتب فد شيء يترسخ عنده اكثر. اوكي؟ فكل واحد من عندنا يكون يعرف انه هو مثلا شنو نمط القراءه المناسب له. اكو شلون هسه واحد من عندكم راح يسالني يقول انا شلون اعرف؟ هل انه انا فيجوال، اوديبل، تكتايل، شنو؟ مختبرين نفسكم سابقا في هذا الشيء؟ تعرفون نفسكم مثلا شنو انتم؟ ما تعرفون يعني؟ شباب الاونلاين ويانا اكو اختبارات اونلاين موجوده اليوم. اختبارات موقع تدخل يعطيك مجموعه اسئله تجاوب عليهن وراح يقول لك بانه انت فيجوال، او انت مثلا فيجوال بنسبه 70% ولكن اوديبل بنسبه 30% او تكتايل 15 15. تمام؟ تحبون انه تجربون هذا الشيء؟ ندز لكم الرابط ان شاء الله ورا المحاضره وباكر ان شاء الله يعني او المحاضره الجايه. بس هاي اول شغله خلينا نسجل هي منه. انه الليرنينج ستايل كويس، هذه اول شغله راح ادز لكم اياها ان شاء الله. المحاضره الجايه راح نسولف فيها. اوكي؟ يعني اتمنى انه كل واحد من عندكم يفوت على هذا الكويز، يخوض الامتحان، يجاوب على الاسئله ويثبت لي انه انت شنو نمط التعلم مالتك. هذا طبعا راح يفيدك انت حياتك، وايضا بالنسبه لنا راح يفيدنا اكثر. زين التيب الثانيه يقول لك انه سبيك ا ليتل انجلش افري داي. شنو ترجمتها هاي؟ تكلم لغه انجليزيه يوميه شويه. مو نفس السالفه مال قبل شويه. زين انا ويا من اسولف هنا أنا يحتاج يقول لك انه لقى لك فد بارتنر، شريك او زميل، شخص انه يحب يسولف وياك بالانجليزي، او هو يتعلم وياك واثنيناتكم تسولفون يوميا، او انه اهم من اكو مواقع اونلاين تقدر انت تدخل وتسوي كونفرسيشن ويا ناس اخرين ايضا يتعلمون اللغه الانجليزيه. راح ان شاء الله من نوصل الى الجزء الخاص بالسبيكينج راح نعطيكم ايضا مجموعه مواقع، مجموعه تطبيقات تقدر تستفيد منها بهذا المجال. زين اتيند ان انجلش كلاس اور ديسكشن جروب، هذا هو اللي احنا قاعد نسوي، يعني احضر جروبات تعلم اللغه الانجليزيه او كلاسات لغه انجليزيه. Expand your vocabulary، وسع مفرداتك. شلون البارحه سويناها؟ تمام؟ وشلون اليوم هم يعني راح ناخذ لنا مجموعه مفردات اضافيه. اوكي؟ كل ما تتعلم اللغه الانجليزيه اكثر، كل ما انه انت شنو؟ كل كلمه جديده تمر عليك معناها، املائها، مشتقاتها، طريقه استخدامها. تمام؟ هذا هو يعني الطريقه الوحيده انه كل كلمه من تنعاد عليك مرتين ثلاثه اربعه سبع مرات تنعاد عليك راح تترسخ، تصير عندك هي جزء من الحصيله اللغويه، بالمستقبل راح يصير عندك هي بعد فشي بديهي. تمام؟ زين work on your pronunciation، اشتغل على اللفظ مالتك. pronunciation يعني اللفظ، اللفظ الصحيح كل ما يكون اقرب الى الاصلي، اللفظ النيتف، كل ما يكون هو مفهوم اكثر. تمام؟ شلون work on your pronunciation؟ اذا عندك نيتف شخص يعني هو متحدث لغه اصلي وتحكيه قدامه ويصحح لك، بعد هاي من الزينات. اذا ما كوفة الجوجل موجود، اي كلمه ببالك تحكيها بس انت شاك بها ما تدري انه انا قاعد الفظها بشكل صحيح لو لا، خليها في جوجل واسمعها. شفتوها شلون قبل شويه؟
هنا جربناها، أي كلمة تجي في بالي مثلا perpendicular distance مثلا، أول شيء هو راح يصحح لي إذا أكو عندي خطأ بالإملاء، وأنا بقول له الفضيات. perpendicular distance perpendicular distance perpendicular distance مثلا كمثال يعني، تمام؟ كلمة أنا شاك في لفظها. perpendicular distance يعني يقصد بها المسافة العمودية، تمام؟ هاي تستخدم عادة في الجيومتري في الهندسة والمثلثات وغيرها. زين، تشتغل على لفظ مالتك. Don't be afraid of making mistakes، حكاية مالتنا مال المحاضرة اللي فاتت، لا تكن خائفا من ارتكاب الأخطاء. كلنا نرتكب أخطاء وكلش طبيعي أنه تتعلم، وأكبر حاجز يواجهك أنه الخوف من ارتكاب الخطأ. لا، لا تخاف، ارتكب الخطأ طبيعي، ولكن بمرور الوقت حاول أنه تصحح هذا الشيء أو تتعلم من عنده. أوكي، زين، هل أنه فقط هذه هي التبس أند تريكس في مجال اللغة الإنجليزية؟ في الحقيقة هذا يعني قطرة في بحر من النصائح في هذا المجال، لأنه مثل ما ذكرنا هي لغة متطورة متجددة باستمرار، فتشي شوي مرتب. هذا هنا يعني موجود 50 تيب اند تريك هاو تو سبيك انجلش فلوينتلي، هسه هاي فقط مركزه على جزء السبيكينج. 50 سمبل تيبس، نصائح 50 بسيطه موجوده في هذا المكان. شلون مرتب لك اياها بهذا الشكل؟ اول شيء بي رياليستيك اباوت يور انجلش ليرنينج جولز، يعني اول شيء بي رياليستيك، يعني شنو رياليستيك؟ واقعي، يعني كن واقعيا حول اهداف تعلم اللغه الانجليزيه، يعني طموح، يعني شلون هي بالضبط، يعني هي كن واقعي، يعني لا تخلي في بالك انه انت تقدر تطفر فروم زيرو تو هيرو في 10 ايام بالانجليزي مثلا. سامعين هذا المصطلح فروم زيرو تو هيرو؟ يعني من الصفر الى البطل. اكو هواي هسه كورسات يقول لك فروم زيرو تو هيرو ان تو اورز، فروم زيرو تو هيرو ان تو دايز، هذا ما له وجود بالحقيقه، تمام؟ حتى اذا شحنك راح يكون شحن سريع وتفريغ سريع. فروم زيرو تو هيرو بالانجليزي ما ب 10 ايام ولا ب 20 يوم ولا ب 30 يوم، هي شنو؟ عمليه حياتيه مستمره. اوكي؟ فهنا من يقول لك انه انت لازم تكون واقعي حول اهداف التعلم. انت لازم تختبر نفسك، مثلا هسه احنا جربنا نفسنا مثلا باليوم الواحد انا اقدر اتعلم 50 مفرده جديده وادخلها في جمل واقدر استخدمها في الكونفرسيشن. اذا وصلت لل 50 اوكي، يعني انا اقدر مثلا في 10 ايام اوصل 500 او اقل بشويه. بس انا مثلا اذا ما اقدر اتعلم اكثر من 10 باليوم، شلون راح اقدر اوصل مثلا الى 1000 او 2000 في شهر؟ صعب، مو؟ فهنا انت شلون تقدر انت تقيم نفسك وتخلي لنفسك بيس، يعني مستوى او سرعه تقدم معقوله. مستخدمين دولينجو، بالدولينجو يقول لك انت خلي نفسك بيس، تريد مثلا 5 دقائق باليوم، 10 دقائق باليوم، 20 دقيقة باليوم، تمام؟ اعتمادا على شنو؟ على انت قابليتك ايش قد تقدر. اوكي؟ نفس الشيء بالنسبة للانجليزي. احنا هسه قاعد نتحرك ببيس ممكن انه نقول عليه انه هو بطيء. اوكي؟ بمرور الوقت من تصير عندنا الامور افضل، وهواي مصطلحات راح تسمع من عندي متكررة تصير عندك بديهية، شوي نسرع البيس، شوي نسرع الرتم. اوكي؟ فهذا الرابط صراحة شباب هو هذا اللي موجود هنا، شوفوا هذا 50 tips for fluent English. هذا يعني كلش كلش حلو، هذا نشوف الصور ونصائح وتفاصيل، يعني هذا اذا نظل به هو ياخذ له كورس كامل، وايضا راح نفوت عليه ان شاء الله من نوصل الى الحكي على السبيكينج راح نسولف عليه هذني كلهن ان شاء الله. تقريبا هنا 50 وحده، هذا try to be realistic، يعني هي اول وحده ننصح بها انه try to be realistic، واخر وحده همين رجع قال لك يا بيت try to be realistic، يعني كون واقعي في توقعاتك. هذا ان شاء الله راح نسولف عليه في وقته، بالنسبه هسه حاليا فقط يعني استعراض للشغلات اللي راح نسولف عليها ان شاء الله. زين، هذا اللي همين سولفنا قلنا عليهن. الرايت سيكونس تو ستارت، التسلسل المنطقي، حشينا عليه هذا من المحاضره اللي فاتت، قلنا بانه انا بالبدايه لازم احتاج فوكابلري، مفردات، الحروف، الاصوات، الكلمات، الحروف، الاصوات، الكلمات، العبارات اللي هي قد تكون كلمتين او اكثر، البنكتويشن، تنقيط، علامات التنقيط، الفارزه، الفارزه المنقوطه، النقطه، علامه الاستفهام، علامه التعجب، شايفين ذني؟
هذا يمكن يسمونه punctuations، علامات التنقيط. ايضا هذا استخدامهن كلش مهم خصوصا بالرايتنج. اوكي، يعني مرات انه فارزه اذا تخليها او ما تخليها تقلب معنى الكلام كله. اوكي، هم راح نسولف عليها ان شاء الله. السبيلنج، الاملاء مال كل كلمه، والبرونسيشن اللي هو اللفظ، اللفظ الصحيح للكلمات، وغيرها من الاشياء الاخرى. هذه كلها يعني تندرج تحت مسمى الفوكابولاري. الليسننج بيفور سبيكينج، قلنا انه انت لازم شنو؟ listening input before speaking output. البرين طبعا هو المعالج عندك هنا. ايضا reading before writing، انه انت تقرا قبل ما تبدي تكتب. دائما يقولون بانه القارئ الجيد يصبح كاتب جيد. تمام، القارئ الجيد شقد ما تقرا اكثر كل ما راح تكون انت كاتب جيد. اما انه تتوقع انه انت ما عندك حصيله لغويه ولا عندك اطلاع على افكار الاخرين وطريقه الستايل مال الكتابه مالتهم وتجي تكتب مباشره، يعني نادرا ما تقدر تقول انه انا وصلت الى مستوى جيد. تمام، لازم تقرا هواي على ما تقدر تكون كاتب جيد. وهنا من نقول كاتب، مو شرط انه انت كاتب كتب، يعني قد تكون كاتب شعر، كاتب مقاله، كاتب قصه، كاتب روايه، كاتب بحث علمي، تمام، او اي شيء ثاني. اوكي، او حتى كاتب محتوى. اليوم اكو عندنا يسموهم كونتنت كرييترز اونلاين، شايفهم؟ وظيفه حلوه مرتبه وممتازه وبها خير من الله فلوس، يسمونه كونتنت كرييتر، صانع محتوى. المحتوى قد يكون مرئي، صور او فيديو او سمعي اللي هو هذا البودكاست او غيرها، او مكتوب. يعني ايضا حتى المحتوى المكتوب هو ايضا يعتبر هو صانع محتوى، وهو شركات قاعده توظف ناس ومصانعين محتوى. وحتى قبل يومين اكو شفت يعني اعلان من واحده من الصفحات انه احنا محتاجين صانع محتوى في مجال الحاسبات، فلقيت جماعه ثلاثه اربعه مسوي لي تاج انه يا تعال اشتغلتهم. فقلت لهم شكرا جزيلا لثقتكم، بس انا ما عندي وقت هذا الشيء. فشغله حلوه وبيها هواي فلوس اذا مفكرين بيها بالمستقبل. تعرفون احد مثلا صانع محتوى متابعينه تقروا له متاثرين بيه؟ ها، ماكو؟ ها ها، نوار، نوار سلاوي. اي نوار سلاوي هو مسمي روحه صانع محتوى. تمام، هو فعلا عنده محتوى حلو يعني. نعم، زين. هنا أنا طبعا مثل ما ذكرنا listening speaking reading writing، بعض النصائح، بعض الامور اللي اقدر استفيد منها. picture or comic books، اكو يسمونها comic books. الكوميك بوكس شايفيها، تعرفوها الكتب المصوره اللي هي قصه حكي وصور. هذه يعني هناك باوروبا وامريكا عندهم جزء من ثقافتهم. الطفل اول ما ينشئ يجيبوا له هاي الكتب المصوره اللي هي مليانه صور وكلمات قليله. يعني يقول لك الصوره يعني تعادل 1000 كلمه. الصوره تعبر عن ما يعادل 1000 كلمه. الصوره المعبره تغنيك عن 1000 كلمه. فهم يبدون بالطفل الصغير اول ما يبدون انه كوميك بوكس يسموها، كتب يعني قصص مصوره كلمات قليله. شوي شوي انه يبدا يقلل صور يزيد حكي، يقلل صور يزيد حكي، الى ان توصل الى انه انت توصل للاعداديه. بعد لا، هو كتاب كله حكي. جزء دوت قال لك في صوره لو صورتين. اوكي، فهذه ايضا هي طريقه. احنا هسه بنتعلم اللغه الانجليزيه واحنا مو اصحاب لغه اصليين، نعامل نفسنا على انه احنا كانه بعدنا بالابتدائيه بالنسبه للانجليزي. اوكي، فالشيء اللي هم يدرسونه بالابتدائيه انا هسه ادرسه كمتحدث او كمتعلم للغه الانجليزيه. تمام، good dictionary and a pocket notebook. عاده يقول لك مهم جدا انه يكون وياك ديكشنري. هسه سابقا كان ديكشنري لازم يكون كتاب تاخذه وياك، هسه صار عندك ديكشنري هو تطبيق بالنقال. اوكي، نوت بوك مو شرط يكون عندك نوت بوك يعني ورقه وقلم، ممكن يكون هو ايضا النوت بوك هو عباره عن تطبيق بالنقال. تمام، dual language books اكو اليوم تنباع بالمكتبات عندنا حتى هنا بالعراق، كتب ثنائيه اللغه. يعني انت تفتح الكتاب تلقى صفحتين مثلا، صفحه بالعربي وصفحه بالانجليزي قدامها، فتقرا العربي وانا بترجع تقرا الانجليزي، او تقرا الانجليزي وانا بترجع تقرا العربي، على مود تشوف المقابله ما بين الكلمات او الجمل. هذه موجوده وايضا مهمه جدا ومفيده. كريدنج، ريدنج بالبدايه انت مو تقدر اول ما تجي تفتح لك كتاب روايه هالكبرها وكلها انجليزي، تلاحظ الامور. فتحتاج شنو؟ كوميك بوك، ديوال لانجوج. هذا ديوال لانجوج اللي هو يقصد بها شنو؟ ثنائي اللغه. ديوال لانجوج بوك يعني كتاب ثنائي اللغه بعربي وبانجليزي. هذا شوي تتقدم بشوي خطوه للامام، وراح انه بتدخل بالكتب اللي كلها انجليزي. اوكي، نيوز بيبرز، اونلاين جورنالز، ايضا اكو عندك الجرايد والمجلات الورقيه والالكترونيه، ممكن تكون ايضا بلغه واحده او لغتين. اذا متابعين هسه حاليا في الفتره الاخيره اغلب الصفحات اللي يعني اللي لها علاقه
تعليم البرمجه للاطفال، الاي تي، الامور اللي هي خاصه بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. قاعدين ينشرون مجلات اسبوعيه، شهريه، نصف شهريه، غالبا تلقى بيها مثلا عربي وانجليزي مختلط. حتى المنشورات اللي قاعد تنشر يكتب لك مثلا منشور بالعربي وكاتب لك فوق انجلش بيلو، انه انا راح اكتبه بالعربي وانه اكو ترجمه انجليزيه جوا. هذا انت كل ما تكثر من عندهم كل ما راح يصير عندك، ينكسر عندك الحاجز ما بين اللغتين، يصير عندك يعني شغله يعني تبادليه، انه انا اقدر اقرا عربي وافتهم شنو، اعرف شنو الانجليزي مقابل له، او اقدر اقرا الانجليزي واعرف شنو معناه بالعربي. تمام؟ زين. بلوجز ايضا، البلوجز اللي هي يعني مدونات باللغه الانجليزيه موجوده هواي. انا هواي معتني يعني خالها عندي بال يعني المدونه العلميه اللي انا مسويها، ما ادري شايفيها او لا سابقا، اللي هي مصطفى صادق زيرو دوت وورد بريس دوت كوم. هذه بها هواي مدونات، من ضمنها هي مدونات انجليزيه. يعني موسوعه تعليم اللغه الانجليزيه، طبعا هذا اول واحده يعني تبدي بها. بها هذا هنا طبعا مجموعه مواقع، المعهد الثقافي البريطاني للغه الانجليزيه، تعلم اللغه الانجليزيه من موقع البي بي سي، موقع الجارديان، تحضير الايلتس، تعلم اللهجه البريطانيه، تعلم التلفظ الانجليزي البريطاني. وهنا أنا طبعا يعني تشوفون هسه ذني قنوات على اليوتيوب، وايضا عباره عن بلوجات يعني مدونات باللغه الانجليزيه اكثر من 100، وانا هنا 76 اعتقد اني اصلا يمكن 800، يعني 100 موقع ومكان يعني للغه الانجليزيه. هنا اكو ايضا عندي هنا وين البلوجز اللي انا اتابعهم، احصائيات نوفمبر، لا ما هاي ولا هاي، موسوعة المكتبات، لا شروحات مواقع اعتقد بتبويب اللغة الإنجليزية. ايضا انا ذاكر مجموعة من المواقع الخاصة. هنا انا اكو عندي هنا وين هذني هاي اللغة الإنجليزية ايضا، يعني تدخل على هذا التبويب تلقى داخله اكو مجموعة من يعني هسه هاي هنا مثلا الاي والان والذي، التعلم، الكورسات، التولز اللي تحتاجهن، الدولينجو، التحضير للتوفل، وهذني كلهم طبعا راح تلقى في داخلهن بلوجز ايضا، يعني اماكن من خلالها تقدر تسوي براكتس انجليزي بشكل يومي. اوكي زين. هنا ايضا مثل ما ذكرنا سيت يور سيلف ا ديلي جول اون دولينجو. دولينجو اذا تقدرون يعني هسه تنصبون عندكم، نصبينه بالنقالات ولا دولينجو نصبينه، يعني اذا تقدرون هسه تنصبونه. اذا نصبتوا انا راح اسوي صف، انا يعني اكو فت قابليه انه انت شلون تقدر تسوي لك صف بالدولينجو وتخلي بيه فت كود معين، بحيث انه انت في داخل تطبيق مالتك تقدر تسوي انضمام الى هذا الصف، وانطيكم فد واجبات على الدولينجو وتحضرهن يعني تكملهن. تمام؟ يعني غير المسار الطبيعي مالتهم، انا اقدر اسوي يعني دروس وانزل لكم اياها على الدولينجو، يصير شلون كانه عندنا اكاديميه او صف مبسط. تمام؟ اي ان شاء الله. نعم نعم هو هسه احنا ليش يعني قلنا ان شاء الله بس اليوم راح نبدي هنقول هو بالمسار مالتنا، واثناء المسار يعني هنا ذن الشهرين ان شاء الله كل درسين او ثلاثه راح نحاول انه نضيف لنا فد تول جديده، يعني على مود تكون يعني انترستنج ليرنينج، يعني التعلم الممتع او التعلم المثير للاهتمام، ما تكون المساله فقط جامده بسلايدات وحكي. شباب الاونلاين ويانا ان شاء الله بعدكم شوي، هنا طفت عندنا الكهرباء. وياك وياك دكتور. وياك استاذ. تمام. احنا هسه طفت الكهرباء عندنا، فهنا الداتا شو يم الجماعه راح، فما ما ما يدرون يعني شنو اللي قاعد يصير، فبس ننتظر تجينا الكهرباء ان شاء الله. راح اوقف التسجيل انا، ومن ترجع الكهرباء ان شاء الله نكمل، ما احنا موجودين يعني وياكم.